السلام عليكم بنات كديرين، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم على قناة كوثر الزعيم. كي درتو مع شي برد؟ اليوم ان شاء الله جيت فيديو جديد باش نحضروا مع بعضياتنا لا كونفيتور ديال لا موندارين اللي موجوده في السوق هاد الايام. هذا هو الموسم ديالها، ممكن نستغلوا الفرصه انها موجوده ورخيصه في الثمن، نوجدوا بها حتى المربى. علاش لا؟ قلت نشارك معكم طريقة تحضير مربى ديال الموندارين. بالنسبة للمقادير، عندي هنايا كمية من الموندارين. هنا خديت كيلو ديال الموندارين، وعندي 600 غرام من السكر سنيدة، ثم عصير ديال الحامض. تقريبا غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال عصير الحامض. صافي، هادو هما المكونات. غادي نقشر الموندارين ونتلاقى معكم ان شاء الله. اذا حبيباتي، بعد ما قشرت الموندارين ونقيته حيت له دوك الخيوط البيض اللي تيكونوا في الجنب، وقطعته بحال هكذا طرف صغار وصافي، وعصرت الليمون الحامض. هنايا عندي 2 معلقات كبار ديال الليمون الحامض. ايوا، وبالنسبه لهاد الموندارين، دابا الطريقه اللي غادي ندير ليها، غادي ناخذ كاسرول غادي ندير فيه الموندارين. بسم الله، بحال هكذا وصافي. كنضيف السكر سنيدة. هنا غادي ندير الكمية ديال 600 غرام من السكر سنيدة. مهم، غادي نكمل السنيدة لهاد الكمية ديال الموندارين اللي عندي. ايوا صافي، غادي نردو لفوق النار. يلاه غادي يبدا يغلي، غادي نضيف عصير الليمون الحامض. كنذكر هنا عندي 2 معلقات كبار وصافي. ملي يبدا يغلي ونرجع معكم. صافي، هنا بعد ما زدت الكميه كلها ديال السكر، دابا غادي نغطي هاد الكاسرول ديالي. غادي نبيتها ليله كامله هكذا، ما غادي نضيف لها حتى شي اضافه اخرى حتى يطلق لي الموندارين في السكر، يعني يطلق هذاك الماء ديالو، العصير ديالو مزيان. ومن بعد عاد باش نردوه فوق النار باش يتعسل. دونك هكذا غادي نخليه ليله كامله ونطلقوه من بعد ان شاء الله. البنات، ها هو الموندارين بعد ما خليته ليله كامله. دابا الصباح نطلقيتو، ها هو طلق داك الماء ديالو. دونك دابا غادي نشعل عليه النار، تكون مهيله مره مره، نبدا نحرك فيه ومن بعد غادي نتلاقى معكم. دونك البنات، ها هو الموندارين ديالي كيغلى بحال هكذا، وبحال اختار شويه، يعني كتخليه حتى كيتقال. نوريكم بحالاش، بحال هكذا هو تقال، يعني تعسل. صافي، دونك دابا غادي نخليه حتى يدفى شويه، وعاد غادي نطحنو. دونك فوالا البنات، الموندارين ها هو بدا كيغلى، كيف كتشوفوا كطلع مع واحد الكشكوشه بحال هكذا. هذه كنزولها، صافي تنحيدها فيما كتبان لي، كنحيدها لان هي اللي كتسبب في المروره. دونك هذاك الشيء كنحيدوه بحال هكذا وصافي. تنخليه حتى كيختار شويه كيتقل، ومن بعد غادي نخليه حتى يدفى باش نطحنو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا دابا بعد ما الموندارين طاب ودفى، خليته حتى دفى شويه، صافي دابا غادي نبدا نطحن فيه. بسم الله، صافي دابا غادي نكمل على هاد الطريقه هذه، على هاد الشكل هذا، حتى نطحنو كامل ونوليو.
اذا البنات هكذا كتكون وجدت لا كونفيتور ديال لا مونداغين كتجي زوينه ولذيذه بزاف بزاف بزاف. نتمنى تكون عجبتكم الطريقه وتجربوها، ما تضيعوش فرصه ديال ان المونداغين موجود في السوق وثمنه جد رخيص، يعني رخيص بزاف. تقدروا توجدوا لا كونفيتور بدون مواد حافظه في المنزل ديالكم. وبالصحة والراحة، نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنسوش ديروا جيم للفيديو ودعموا القناة بالتعاليق ديالكم، واللي مازال ما اشتركش كنرحب به في القناة ونقول له اشترك وبالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو، وهكذا إلى فعلتوا الجرس هكذا غادي يوصلكم أي جديد إن شاء الله. نتمنى تكونوا استمتعتوا وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي إن شاء الله.